باللغة العربية نشدو ونغني أحلى الألحان. هيا نقرأ. السلام عليكم أحبائي تلاميذ الصف الأساسي الأول، سنكمل اليوم ما بدأناه في درسنا من المحور الثالث حيوانات أحبها، وعنوانه السلحفاة والأرنب. الأهداف: في نهاية هذا الفيديو يصبح المتعلم قادرا على أن يقرأ جملا من الدرس، يرتب كلمات للحصول على جمل تبدأ باسم، يقرأ ويكتب جملة من الدرس. إليكم يا صغاري بعض الإرشادات والتعليمات التي يجب علينا أن نلتزم بها. نجلس في مكان هادئ، نصغي جيدا إلى شرح المعلمة وننتبه للتعليمات، نكتب بخط جميل ومرتب ونحافظ على نظافة الدفتر. في البداية أحتاج إلى أن تحضروا كتاب القراءة لنفتح على الصفحة 43، وأيضا دفتر التمارين لنفتح على الصفحتين 55 والسابعة 50، ولا ننسى القلم والممحاة. زينة بنت الست سنين تمسك أقلام التلوين، ترسم عنبا ترسم نهرا ترسم تينا ترسم نمرا. نقرأ معا الجمل المشار إليها باللون الأحمر في كتاب القراءة في الصفحة 43. اشتد النعاس على الأرنب فنام. وصلت السلحفاة إلى آخر البستان قبل الأرنب. أفاق الأرنب وجرى إلى آخر البستان. رأى السلحفاة واقفة فخجل واختبأ خلف الأشجار. نتذكر معا الكلمة وأنواعها. ما هي أنواع الكلمة؟ أحسنتم. اسم، فعل، حرف. الاسم قد يكون اسم إنسان أو حيوان أو شيء أو مكان. اسم الإنسان مثلا طبيب، أحمد، محمد، علي. مثال على اسم الحيوان: قطة، طائر، أسد، حصان. الشيء والمكان مثل الشجرة، بستان، مدرسة. أما الفعل فهو الحدث الذي نقوم به في زمن معين مثل جرى، يلعب، نام. الحرف مثل حروف الجر: من، إلى، عن، على، في. الآن سنبدأ بالسؤال. أصل الجمل التالية بما يناسبها. لدينا مجموعة من الجمل، بعض هذه الجمل يبدأ باسم وبعضها يبدأ بفعل. الجملة الأولى: نام الأرنب تحت الشجرة. بدأت بنام. نام فعل أم اسم؟ أحسنتم، نام فعل، إذن هي جملة بدأت بفعل. الجملة الثانية: السلحفاة وصلت قبل الأرنب. السلحفاة اسم أم فعل؟ أحسنتم، اسم، إذن هي جملة بدأت باسم. جرى الأرنب إلى آخر البستان. جرى، جرى اسم أم فعل؟ جرى تعني ركض، إذن هو فعل وهي جملة بدأت بفعل. يتقلب الأرنب على الحشيش. يتقلب اسم أم فعل؟ أحسنتم، فعل، والجملة بدأت بفعل. الأرنب اختبأ خلف الأشجار. أحسنتم، جملة بدأت باسم. السؤال الرابع: أرتب الكلمات لأحصل على جمل تبدأ باسم. ما معنى تبدأ باسم يا صغاري؟ يعني الكلمة الأولى يجب أن تكون اسماً. التقى، البستان، السلحفاة، الأرنب، عند، أول. فلنفتش عن الاسم. التقى، هل التقى اسم؟ كلا، إنها ليست اسماً، إنها فعل، لا يمكننا أن نأخذها. الأرنب، الأرنب اسم. الأرنب ماذا فعل؟ التقى،
بما التقى؟ التقى بالسلحفاة. أحسنتم. أين؟ أحسنتم، عند. أول بستان. الجملة الثانية، إلى آخر سبقت النشيطة، السلحفاة، الأرنب، البستان. هيا يا صغاري فتشوا عن الاسم. أحسنتم، السلحفاة. السلحفاة النشيطة، ماذا فعلت؟ أحسنتم، سبقت. ماذا سبقت؟ سبقت الأرنب إلى أين؟ إلى آخر البستان. أحسنتم يا صغاري. نكتب مع المعلمة. نقرأ الجملة، النحلة تطير في البستان وتحط على الورد. سنتعلم اليوم كيف نكتب هذه الجملة بخط جميل، ولكننا لن نكتب في لأنها غير موجودة على دفتر التمارين. الآن سنبدأ بكلمة النحلة. نبدأ أولا بخط عمودي، نرسم ألة التعريف. الآن خط عمودي آخر، وهذه ألة التعريف ال. الآن كيف نرسم النون المتصلة بأل التعريف؟ لاحظوا فقط بهذا الشكل، هذه النون. نحلة، خط أفقي ثم خط إلى الداخل ثم خط أفقي آخر. والآن هذه اللام، النحلة. إذن لكتابة كلمة تطير سنرتفع قليلا عن السطر، لأن الراء هي التي ستجلس على السطر. التاء خط عمودي قصير، خط أفقي قصير، هذه التاء. الآن الطاء المتصلة تطي، والياء المتصلة كما ترون تطي، وننحدر بالراء إلى السطر. لاحظنا. الآن من جديد كلمة البستان، نبدأ بأل التعريف، نرتفع بها ثم ننزل إلى السطر، لأن كلمة البستان ستجلس على السطر. الباء ثم السين بهذا الشكل، وهذه التاء المتصلة ونرتفع بها إلى فوق، البستان. والآن كيف نرسم النون؟ كما تعلمنا، خط مائل بهذا الشكل ثم نكمل شكل نصف دائرة. هذه كلمة البستان، وتحط هذه التاء في أول الكلمة. الحاء نتذكر كيف نرسمها بهذه الخطوات، ثم هذه الطاء المتصلة. الآن لكتابة حرف العين، نكتب بهذا الشكل ثم نرسم هذا الشكل على السطر، شكل الياء بدون نقاط على ألو التعريف مع حرف الواو، نرتفع به عن السطر لأن الواو هي التي ستجلس على السطر. على الور، على الور، دي والدال كما تعلمنا، خط مائل وخط أفقي على السطر. ننسخ بخط مرتب، النحلة تطير في البستان وتحط على الورد. ماذا تعلمنا اليوم يا أحبائي؟ قرأنا جملا من الدرس، نفذنا تمارين حول الحرف نون، كتبنا جملة من جمل الدرس. علينا الآن أن نقرأ الجملة في كتاب القراءة، نكمل التمارين التي بدأنا بها في الفيديو، وننسخ الجملة في دفتر التمارين. دمتم بخير، إلى اللقاء. دام 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 دام، فلنقرأ في كل مكان، للغة العربية نشتو ونغني أحلى الألحان.